في عبادات ليها أثر كبير في تغيير الواقع، وليها أثر كبير في تغيير حال نفس الإنسان. على رأس هذه العبادات الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخلقنا تكفل بمصالحنا، هو الولي الذي يتولى شؤون العباد بتحقيق ما ينفعهم، هو المدبر اللي بيرتب بحكمته ما يحقق المنافع ويحجب المضار، هو الوكيل اللي بالنيابة عنك بيأتي لك بحقك. هذا شأن الله معك، اللي هو في كل يوم لا تأخذه سنة ولا نوم، كل يوم هو في شأن. وتأكد يقيناً إن ما في صالحك الآن بيحدث وسيتحقق بإذن الولي الوكيل المدبر. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا احتياجات عشان ندعي، حتى يكون هذا الدعاء موعد للقاء مع الله، موعد للوصال. وقد شهد القرآن والسنة إن الواقع إن بعض الناس لما بيحقق الاكتفاء في الدنيا بيعرض عن الله. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. خلاص، خد اللي أنا عايزه من ربنا، هبقى أرجع لربنا وقت ما احتاج له. لكن لما الإنسان يكون في حالة الاحتياج بيلبس ثوب الرجاء. ثوب الرجاء ده أحلى وأقيم ثوب يلبسه قلبك. أبو إسحاق الشيرازي يقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. ثوب الرجاء ده والحال ده بيرد الإنسان لفقر العبودية، وده أشرف حال وأرقى حال يصيب الإنسان. هذا الثوب بينقي الإنسان من الكبر اللي بيتسلل للواحد بسبب النعمة، وبيحمي من الغلظة اللي بتتمكن من الإنسان بسبب القوة، وبيبعد عنه الغفلة اللي بتسود حياتنا بسبب سيطرة الشهوات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق احتياجات الإنسان لا تنتهي عشان ما يخلعش عن نفسه ثوب الرجاء. ويتدخل دايما ربنا سبحانه وتعالى بعد دعائك بإعطائك النافع، ويأخر الغير مناسب عشان يحميك من الأذى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته لو فيها شيء مفيد يديها لك على طول، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر. رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. يوم القيامة أنت هتشوف فرحتك وحمدك لربك على دعوات مؤذية ربنا ما استجابش ليها وادالك مكانها حسنات هتنجيك يوم القيامة اللي ما فيش تعاسة بعده لو ثقل ميزانك. واستجابته في الدنيا سبحانه وتعالى كانت هتفرحك، لكن الحسنات في الآخرة نجتك من العذاب الآخرة. وليس هناك مقارنة، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والحكيم الترمذي نقل عن سيدنا كعب بيقول: قال الله لموسى: يا موسى قل للمؤمنين لا يستعجلوني إذا دعوني ولا يبخلوني، أليس يعلمون أني أبغض البخيل فكيف أكون بخيلا؟ يا موسى لا تخف مني بخلا أن تسألني عظيما، ولا تستحي أن تسألني صغيرا، أطلب مني الملح في الطعام والعلف لشاتك. يا موسى أما علمت أني خلقت الخردلة فما فوقها، وأني لم أخلق شيئا إلا وقد علمت أن الخلق يحتاجون إليه، فمن يسألني مسألة وهو يعلم أني قادر أعطي وأمنع أعطيته مسألته مع المغفرة، فإن حمدني حين أعطيته وحين أمنعه أسكنته دار الحامدين. فلا تخلع عن نفسك ثوب الرجاء، وخليك كثير الدعاء. ادعي بعد الصلاة، وادعي من غير ما ترفع ايديك وانت في المواصلات وانت سايق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك خطام الناقة بيد ويدعو باليد الأخرى وهو ماشي راكب على الحصان بتاعه. ادعي باحتياجاتك الكبيرة، واطلب من ربنا أبسط طلباتك.
زي ما الصالحين والأنبياء كانوا بيعملوا. سبحان الله، سيدنا عروة يقول: أطلب من ربي كل شيء حتى الملح في الطعام. وخليك متأكد إن الدعاء ده هو وقت اللقاء مع ربك الكريم سبحانه وتعالى. فاللهم ألهمنا الدعاء، وألهمنا اليقين في الدعاء، وألهمنا السكينة بعد الدعاء، والرضا بحكمتك فيما تعطي أو تمنع إذا دعوناك.